ودابا انا جوار المحكمة الابتدائية هي المحكمة اللي كتشوفها في الصدمة هي جوار المحكمة الابتدائية الوطنية في مدينة فاس. المهم انا غادي راني تلاقيت خواتها في تلاقيت اختي نجية هي وراجلها وبنتها. والمهم قضينا اللي غيتقضى ان شاء الله وغيكون خير ان شاء الله عز وجل. المهم حنا مازالين متابعينهم ان شاء الله تفرج. ودابا هانتوما الحباب انتوما كتشوفوا انا جيت نجلس في القهوه شويه عييت يلاه نزلت من الطاكسي وقلت نروح شي شويه عاد نمشي للدار ان شاء الله. انتوما كتشوفوا كما قلت لكم راني قيلت مع اختي هاد النهار كنت معاها مشيت معاها دفعت لها الشكايه وداك الشيء المهم قديت المسائل ديالنا والكمال لله عز وجل وين حتى تشد اختي حقها ان شاء الله. وهادشي ما كناش باغيينه ولكن هاد السيد هذا يعني تجرأ علينا بزاف. او كيما دار لخواتاتي الاولى ودار لختي الثانيه عاوتاني يعني سرق لها الاطسن ديالها ودالها رزقها وخلاها النهار قاعده كتبكي وانا كنساوي فيها وداكشي حتى انت كتشوفوا على حقره ديالنا. ولكن الله عز وجل مطلع على كل شيء ان شاء الله. او دابا المهم اللي جيتكم به جيتكم بهذا الشيء طارئ يعني عاجل يعني ما قدرناش نخبعوا هذا الشيء هذا لان ما تمسينا في حقنا بزاف المره الاولى والثانيه ما بغيناش هذا الشيء ان شاء الله. وبغينا هذا الشيء ما يتعاودش الشيء اللي كان دارها لينا حنايا ما يعاودش يديرها الناس اخرين. وهذا الشيء بدليل يعني بدلائل قاطعه يعني انا حاضر فاش قال لاختي يعطيني 100000 ريال عادي يمكن لي انا نعطيك الاطسن ديالك وانا ما بغيتش داك الشيء. قلت لاختي دابا صافي كنسمع انا والوالده راه كانت جات عندي تاع عند الوالده ومرت خويا السي عبد الهادي وخو وعمامو وكلشي راه كانوا كيتصنتوا هذا الشيء هذا ما بغيناش هذا الشيء. حنا قلنا نحذفوا هذا الشيء بيننا وبين العائله بحال المره الاولى ولكن ملي سمعنا قال لها تعطيني 100000 ريال ونرد لك الاطسن ديالك. تما قلت لاختي صافي دابا ما تحتاجش تعاودي معاه الهضره وتسجلنا داك الشيء وعندنا التسجيلات وعندنا التسجيلات تاع ديال خواتاتي راهم عندهم ان شاء الله تما غادي يعطيهم لها باش تما يدفعوا ان شاء الله الوكيل جلالة الملك ان شاء الله عز وجل. وديك الساعه الامر عند الله عز وجل وحقنا غيكون امام العداله ان شاء الله عز وجل وما غنسامحولوش دابا باذن الله عز وجل. ما كنظنش اختي غادي تسمح له دابا على ما دار فينا هاد المره ما غادي تسمحش وغنتابع بحقنا ان شاء الله. محيت هاد الانسان ما لقيت ما غادي نقول محيت دمنا ولحمنا وعائلتنا ما لقيت ما غادي نقول والله ما خديتش ندير شي حوايج اللي ما لا يرضي الله عز وجل وانما حقنا غادي نتابعو باذن الله عن طريق العداله اللي غتنصفنا حنا في حقنا ولا تنصفو هو الا كان كيسال شي حاجه ياخذها هذا اللي كاين. والمهم هذا هو خواتاتي المهم هادشي ما عجبناش وانا هادشي يعني اضطريت وعلمت اختي من الديبار انا قلتها لها وقلتها لراجلها وقلت من النهار اللي وقع لخواتاتي هادشي قلت لهم شوفوا حيدوا القناه ديالكم. قلت لك اخويا دابا نحيد وانا غادي نشوف كيفاش ندير. دابا راه حنا باه قال لنا ما غيأذيكمش ما غيدير لكم حتى شي حاجه وعطاها الوعد يعني وعد ديال الرجال ولكن ما هذاك ما عندوش الوعد ديال الرجال وما قدش بداك الامانه اللي محمل بها غدا من الله عز وجل اللي هو غادي يتحاسب عليه غدا من الله ان شاء الله. وقلت لاختي حيدي القناه ديالك هذا الانسان هذا معدل خوتك كر غادي يدير تنسيه انا قز لا نسيبه ولا قال لي لا لا حنا ما يقدش يدير معنا هذا الشيء راه حنا راه غنخدم معنا وحكا وغندورو معاه. وفعلا قال نسيبي غير البارح قال لك غادي ندورو معاه داك الشيء اللي داروا معنا غادي ندورو معاه واخا حيدنا قناتنا نعطيوه داك الشيء اللي خاص داك الشيء ديالو نعطيوه. كنت عطيتو قال لي 10000 وناوي غنزيدو يعني 40000 ريال وتبارك الله ما دير والو ما كتمنطي لها ما كتصوب لها حتى شي حاجه يعني انت يا صوبتي لها القناه وصافي هذا هو اللي كاين. ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وهذا الشيء والله العظيم المشاهدين ديالنا ما كنبغيو زعما فينا هذا الشيء كاع نوريوهم يعني ما فيه ما يتبين هذا الشيء هذا هذه مهزله والله الا مهزله انا كنحسبها مهزله كانما العائله كلها ما بغيناش حنا هادشي على العائله ديالنا وانما حنا ما كنبغيوش نضرقوا على المشاهد ديالنا انا داكشي اللي عندنا راه كنحطوه لكم وكنوريوه لكم يعني بالعين المجرد ما يمكنناش نخبعوا عليكم شي حاجه
الا اللي كانت شي حاجه اللي هي بسيطه ما كنبغيوش نحرجوا بها الجمهور ديالنا، كنخليو حتى حنا الجمهور ديالنا يكون فرحان ويعرفني كيفاش دايرين. كما قالت لكم اختي راك شفتي الفيديو، قلت لكم السبب انا يعني خوتي عاركوني داك الشيء فعلا حنا نصحناها ولكن هي يعني تعطلت في النصيحه، تعطلت شي شويه وعفى الله ما سالف. يعني الانسان كلنا كنخطئوا ولكن خير الخطأ ان تواب. الانسان ملي كيدير الاولى الثانيه ما كيقدرش يديرها، كيقول اني اخاف الله عز وجل او راني مثال درت الاولى وسامحوا لي دوك الناس ما نعاودش نديرها. ولكن هذا الانسان هذا ما عرفتش. والله خوتي انا راني الله نزلت من الشمس وراني يعني عطشان، انا قرعه ما شربتها هي قرعه شربتها، يعني شنو نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهذا الشيء ما بغيناش، ما بغيناش يبان يعني حتى في العائله، غير خسروا السمعه ديال داك الدري. قلنا المره الاولى شي باس ما كان، والمره الثانيه المره الاولى دخلت فيها العائله، المره الثانيه راه العائله كلها كتسمع، من عمته ومن عموك قاعدين معانا في الطبله وكيسمعوا. وقلنا لهم هذا الشيء هذا راه ما خصوش يكون، يعني حتى هما لاموا بصراحه هي هذه، وراهم كلهم كيسمعوا في الاوديو اللي راه مسجل، وعندنا اوديوات مسجلين اللي غادي ندفعوهم لوكيل جلاله الملك. ويحيى العدل الوطني، يحيى العدل الوطني ان شاء الله. تحيه يعني المؤسسات المغربيه كلها الحمد لله كتخدم بنزاهه وما غيكون غير خير ان شاء الله عز وجل. واش نقول لكم، المهم هذا الشيء انا اسفني والله الا اسفني، ملي بقات اختي كتبكي وداك الشيء بقات فيا، وانا دائما جنب خواتاتي اينما كان. قال لك اعين اخوك المسلم ولو ظالم، ما بالك هذه اختي من دمي ولحمي ام ظلومه، ضروري نوقف معها ولا ما نوقفش معها. المشاهد يرد عليا واش يمكن لي نوقف معها ولا ما نوقفش، حيت الوقفه الاولى اللي وقفت مع خواتاتي عاقبوني ناس من العائله قال لك لا ما خصك انت تخرج وما تقولش، ما يمكنليش ما نقولش. وانا حتى انا عندي جمهور ديالي خصو يعرف الحقائق ديالي، ويمكن لي نقول اي حاجه نقولها، وهذوك خوتي يمكن لي نوقف معاهم في اي حاجه، مظلومين ولا ضامين غنوقف معاهم، وانا مع خوتي ومع الحق. لك كانت اختي ظالمه راه غنقول اختي ظالمه، اختي ما ظالمهاش، ولولا كيسالها شي حاجه يقعد معها الطبله يعطيها داك الشيء ديالها اللي كيخصها، ويقعد معها الطبله ويقول لها اختي كان سالك القد والقد، عطيني القد والقد بيني وبينك وها المسائل ديالك، ها داك الكود ديالك، ها المسائل، يعني باش ما نتعايبوش انا وياك، انت غتعطيني حقي وانا غنعطيك حقك. هكا ما بينلاش حتى تفاجئها بالله الاتصال محيد لها وهي قاعده كتسنى الفيسات ديالها ما جات حتى حاجه. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وكنتمنى لخوتي المشاهدين باش يوقفوا معنا ان شاء الله، يوقفوا مع اختي وش نقول لكم، ووقفوا مع اخوكم الطيب حتى هو، يعني نوقفوا معاه بجنبه ان شاء الله، وعاونوه بالجيم ديالكم وبالابوني ديالكم. شكرا لخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، سمح لنا على هذا الفيديو، انا راه بوحديتي راني في الشارع، يعني والله حطيت وما خبرتها، مي عيطت لي اختي وراني قاعد برا، قلت لي ضروري تجي عندي، انا ما عرفتش فين ندير الشكايه لا فين ندفع لا والو، كان غادي نجي عندك دابا. هي هذيك مشيت عند اختي نقيت معاها، انا راه حتى المسائل مقدين المسائل ديالنا، والكمال لله عز وجل. شكرا خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، الله يشافيكم ويعافيكم ويرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله. تحيه خوتي الجزائريين داخل الوطن وخارج الوطن، الله يشافيكم ويعافيكم ويشافي أمة سيدنا محمد جميعا، شافي خوتنا المسلمين الدول العربية كلها، السعودية الإماراتية القطريين اللبنانية الفلسطينية المصريين التوانسة، كل الشعوب العربية المسلمة. تحية لكم من هذا المنبر، تحية لكم بزاف عزاز وغاليين علينا في قلوبنا، بيوتيوب أو بلا بيوتيوب يعني راكم عزاز، خوتنا عرب مسلمين كأننا كنآمنوا كلنا برب واحد وبرسول واحد، يعني شكرا لكم، نبينا واحد والله ديالنا واحد، شكرا لكم بزاف، تحية لكم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، سمحوا لي بزاف إلى طولت عليكم هذا الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.